بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نشرح به البلس ويد موديليشن، عملية خلي أشوف الدائرة المستخدمة في عملية التوليد وشكل الموجة كيف راح يكون يعني بالنسبة لي، وكل التفاصيل المتعلقة بعملية توليد الموجة والبارامترات المهمة بالنسبة لنا. خلي أبدأ هسه أولا بالدائرة اللي استفاد من عندها في عملية أنه استخدامها في التوليد. أولا راح يكون عندي كومباريتر بهذا الشكل، عندي كومباريتر، عندي الادخال. طبعا كومبارتر لازم يكون عندي يعني ادخالين، حتى انه عندي ادخال اشاره معينه واقارنها مع اشاره ريفرنس بالنسبه لنا. فعندي الاشاره مالت اللي هي تعتبر الادخال هي اشاره المعلومات اللي هي الاكس اوف تي اللي هي تمثل المودليتنج سيجنال. هذه هي المودليتنج سيجنال اللي هي الاكس اوف تي. طيب هذا طبعا بوزيتيف كومبارتر، انا راح يكون عندي بوزيتيف، هذه موجب سالب. الإشارة الرفرنس مالتي راح تكون هي بهذا الشكل عن طريق استخدام الساو توت جنريتر. هذا راح يكون عندي الساو توت جنريتر، أوكي، وظيفته إنه يولد لي الساو توت. زين هذا راح يكون الإدخال مالتي اللي هنا، هذا الإدخال مالتي الموديليشن سيجنال. طبعا راح يكون هنا أنا عندي الأوتبوت، والمفروض الأوتبوت هو بالس ويف موديليشن سيجنال اللي راح يكون عندي الاوتبوت. اوكي طيب هسه خلينا نشوف المبدا كيف انه انا اولد هذا السيجنال. الخطوه رقم واحد راح يكون انه انا عندي هذه الاشاره مالتنا اشاره المعلومات، هذا الكومباريتر، هذه قلنا كومباريتر. اوكي اشاره المعلومات مالتنا، هذا وظيفته انه يولد لي سيجنال، خلي اعتبرها بهذا الشكل ريفرنس، بهذا الشكل. وهذا هنا المفروض يكون عندي الاوتبوت مالتي هو عباره عن السيجنال مالتي. طيب الاليه هي ايش راح تكون؟ عندي اشاره، هذه اشاره معلومات، هذه اشاره معلومات، هذه الاشاره راح تجي لي هنا، انا راح اقارنها مع اشاره الريفرنس اللي هي ساوتوت مالتي اللي هي سميها الاس اوف تي. باللحظه اللي راح يكون عندي مقدار قيمه السيجنال مالتنا او اشاره المعلومات اكبر من مقدار قيمه السي اوف تي باعتبار كومباريتر، يعني راح يكون عندي هنا الاخراج مالتي هو اما متى ما كان مقدار قيمه الاكس اوف تي هو اكبر من السيجنال مالتي الريفرنس اللي هي ساوتوث، راح يعطيني بوزيتيف سيجنال، راح يكون الناتج هنا هو عباره عن بوزيتيف. واذا كان مقدار قيمه الاكس اوف تي هو اقل من مقدار قيمه السي اوف تي راح يعطيني نيجاتيف سيجنال، يعطيني نيجاتيف هنا. اوكي فباب المقارنه راح يكون على هذا الاساس، بالتالي انا راح ابدي انه اشكل السيجنال مالتي على كيفيه انه ايجاد مقدار قيمه المقارنه بيناتهم. خلي ارسم هسه التو سيجنالز واقارن واشوف شكل الاشاره الناتجه اللي عندنا. هذه راح يكون هنا انا عندي تايم، اوكي، وهنا سيجنال مالتي. خلي ابدي هسه مثلا باشاره الريفرنس مالتنا، خلينا نفترضها بهذا الترتيب. بهذا الشكل. اوكي هذه هي طبعا الريفرنس سيجنال مالتي، هذه هي السي اوف تي. طيب اشاره المعلومات، خلي افترض انه انا عندي سيجنال مالتنا اشاره المعلومات، خلي افترضها بهذا الشكل، بهذا الشكل. هذه هي تمثل قيمه الاكس اوف تي. اوكي هسه راح ابدي انا بالمقارنه حتى ارسمهم، ارسم شكل الاشاره الناتج. هنا انا راح يكون عندي هذا المفروض انه راح يكون عندنا البالس ويث موديليشن. اوكي هسه اول خطوه خلي اخذ نقاط التقاطعات اللي عندي، هذه خلي ننزلهم بهذا الشكل، نقاط التقاطعات اللي جاي يصير عندنا اللي هي مثلا هنا عندي النقطه اللي هنا، عندي هذه النقطه، عندي هذه، عندي هذه، بهذا الشكل. اوكي هسه راح ابدي اطبق القاعده اللي عندنا، الشرط اللي هو شنو الشرط مالتنا، انه متى ما يكون عندي مقدار قيمه اشاره المعلومات اللي هي تمثل مقدار قيمه الاكس اوف تي هي اعلى من مقدار قيمه او اكبر من مقدار قيمه الريفرنس مالتنا اللي هي الاكس اوف تي، يعطيني لوجيك بوزيتيف سيجنال. فمن هذه النقطة اللي هنا خلال هذه الفترة
انه عندي مقدار قيمه اشاره المعلومات هذه المنطقه هي مثلا قيمه الاكس اوف تي هي اعلى من مقدار قيمه الريفرنس مالتنا، فراح يعطيني بوزيتيف سيجنال بهذا الشكل. اوكي، الفتره الثانيه من هذه النقطه الى هذه النقطه هنا أنا راح يكون عندي مقدار قيمه الاشاره مالت الاكس اوف تي مالتي هنا راح تكون هي الاعلى، فبالتالي راح يعطيني لوجيك او نيجاتيف سيجنال، فبالتالي راح يكون بهذا الشكل. خلي افترض بهذا الترتيب. اوكي زين، بعدها راح يرجع هنا راح يكون عندي خلال هذه النقطه المفروض انه يكون عندنا باعتبار هذه اللي جوا هسه بهالشكل، خلال الفتره الثانيه راح يرجع يكون عندي اشاره المعلومات خلال هذه الفتره هو اعلى من مقدار قيمه السي اوف تي، فيرجع انه يعطيني بوزيتيف خلال هذه النقطه. خلال اللي بعدها طبعا هذه اللي هنا هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه طبعا هنا نفس الكلام راح يكون بهذا الشكل. خلال هذه النقطة هنا راح يكون عندي مقدار قيمة الـ X of T هذه، خلال هذه النقطة هنا راح يكون عندي مقدار قيمة الـ C of T أقل من مقدار قيمة الـ X of T خلال هذه الفترة، فأعطاني إياها هي بوزيتيف. استمر من هذه النقطة إلى هذه النقطة قيمة الـ X هنا راح تكون أعلى، فبالتالي راح يعطيني لوجيك أو خلينا نقول يعطينا نيجاتيف، فبالتالي بهذا الشكل. أرجع اللي هنا أنا صار عندي لا أنه خلال هذه المنطقة من هذه النقطة اللي هنا أنه C of T أقل، فيعطيني بهذا الشكل وتستمر السيجنال مالتي. من اوصل لهذه النقطة راح يكون عندي مقدار قيمته اقل خلال هذه الفترة، من هذه النقطة لهذه النقطة راح يكون عندي اقل، فبالتالي راح يكون هالشكل. بعدها راح يصعد يصير عندي هذه النقطة اللي هنا بوزيتيف، خلال هذه الفترة من هذه النقطة يكون اقل، يعطيني لوجيك يعني خلينا نقول اشارة سالبة، ويستمر بهذا الشكل عملية توليد السيجنال مالتي. فبالتالي اذا لاحظ هسه اللي هنا انه الاشارة مالتي البارس ويث الارض مالته طبعا هو ما هو ثابت، لانه يعتمد على طبيعه السيجنال مالتي، يعتمد على طبيعه المعلومات الموجوده عندنا، يعني على الاكس اوف تي بالدرجه الاساس، لانه انا اطبق الشرط الاساسي مالتي متى ما كان الاكس اوف تي اكبر يعطيني بوزيتيف، اكس اوف تي اقل يعطيني نيجاتيف. زين السيجنال هذه اذا لاحظها هنا طبعا هذه مع الزمن، اذا الاحظ الشكل مالت الموجه مالتنا مقدار قيمه الامبليتيود هي تحدد بالدرجه الاساس بمقدار قيمه الريفرنسز مالته بمقدار قيمه الكومباريتر، يعني الكومباريتر هو اللي راح يحدد مقدار قيمه الاوتبوت زائد 5 اقل من 10، مقدار قيمه يعني الامبليتيود يتحدد على اساس مقدار قيمه السيتنج مالت الكومباريتر، فراح اقدر احدد خلينا نفترض انه هذه زائد اي بناقص اي. زين عندنا حاله ممكن انه انا اخلي السيجنال مالتي هي دائما بوزيتيف متى ما استخدمت كليبنج سيجنالز، يعني ممكن انه انا اخلي بالاوتبوت مالتي على الاوتبوت اقدر اخلي هنا كليبنج سيجنال هذه هنا بهذا الشكل ويعطيني الاوتبوت، هذه هنا راح نخلي كليبر سيجنال، وبالتالي هذا شنو وظيفته؟ وظيفته انه راح تكون دائما الاوتبوت مالتنا راح يكون هو دائما بوزيتيف بهذا الشكل بهذا الشكل، ما راح يكون عندي بعد جزء سالب، يكون بلس ويد موديليشن لكن هو دائما بالجزء بهذا الترتيب. اوكي هذا متى ما انه استخدمت كليبر سيجنالز. فبالتالي هسه صار عندي هنا انه اولا الدائره الاساسيه عمليه توليد البلس موديليشن بلس ويد موديليشن سهله، كل ما هنالك انه انا عندي الموديليتنج سيجنال اشاره المعلومات ادخلها على الكومباريتر، وعندي ريفرنسز مالتي هو عباره عن ساوث توث جنريتر وظيفته انه يولد لي إشارة سن المنشار هذه اللي هي تعتبر references أقارن وياها، متى ما كان إنه عندي مقدار قيمة الإشارة مالت الـ X of T أعلى، طبعاً هنا باعتبار أنا جاي استخدم positive comparator، إذا لا إذا أريد أعكس الإشارة مالتي يعني أعكس عملية references بالنسبة إن لعملية التوليد أخلي negative comparator، بمعنى إنه يمكن إنه متى ما كان عندي الـ X of T أعلى من الإشارة مالت C of T راح يعطيني نيجاتيف، بالعكس راح يشتغل اللي هنا. هذه تعتمد على انه كيفيه ادخال السيجنال مالتك والرفرنس مالتك على الكومباريتر، يعني مو مشكله بالنسبه لنا، لكن هذه تعتمد على الكومباريتر شلون يشتغل، عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف كومباريتر. فبالتالي الاليه هي سهله، المبدا سهل، كيفيه توليد الاشاره مالت البلس ويد موديليشن. المقطع السابق من ناقشنا به البلس امبليتيود موديليشن، الطريقة كانت عندي انه انا كيفية انه ولدها عن طريق انه عملية السامبلينج عن طريق الفلات توب، وقلنا انه المبدأ كيفية توليد بس امبليتيود موديليشن. هسه اللي هنا أنا عندي بس موديليشن هذه المبدأ مالتها انه عندك كومباريتر اشارة معلومات اشارة ريفرنس وترسم السيجنال مالتي على اساس تحديد مقدار قيمة الاوتبوت، تريد بوزيتيف نيجاتيف بدون ما تستخدم الكلامر، تريد لا انه اشيل الجزء السالب احذفه
استخدم انه هنا هذا الديفايسز، وبالتالي راح اضمن انه مقدار قيمه الاوتبوت هو عباره عن نون نيجاتيف بارس وذ مودوليشن سيجنال.